يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أهلا أهلا كبداتي، السلام عليكم، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ما ننساش خوتنا الرجال، كنرحب بهم وكنحييهم تحية تقدير واحترام من هذا المنبر. واخا مقلقة شوية على بعض المتتبعات اللي كيجيو يقولوا لي كتحط لينا قصص ديجا حطيتيهم، فكنقول لكم هذه القضية بلا ما يحتاج تفكروني فيها، انا اللي كنقول لكم راه هذه القصة مثلا ديجا تحطات. اما القصة ديال اليوم راه قصة جديدة، حطيت لكم شي 3 ولا 4 ديال القصص هاد المدة ديال شهر كامل، حطيت فيه شي 4 القصص اللي ديجا تحطوا وكنت كنحطهم متفرقين. كاين قصص جداد اللي حطيتهم لكم ما جابوش المشاهدة نهائيا، فإن فوا كتدخلوا كتلقاو القصه ديجا محطوطه، هادي راكي ديجا حطيتيها. اه انا راه قلت لكم هاد القصه ديجا محطوطه حطيتها لكم، نظرا انني ما لقيتش الوقت باش نسرد لكم قصص اخرين. كاين اللي كيسولني واش ما كاينش الجديد، كاين الجديد تبارك الله، واللي عارفه هما الناس اللي اصلا حاطين القصص ديالهم عندي ومازال ما حطيتهمش نظرا الظروف ديال السفر. حتى انا كنبغي نعطي لوليداتي شويه ديال الوقت، هذا ما كاين. وصبروا معايا الكبيدات ديالي، غادي نرجع ان شاء الله بحالتي في هاد اليومين، وان شاء الله كل شيء غادي يولي كيف ما كان وحسن عاد. ولا رديتوا البال حتى القناه اسمح حكيتي الثانيه، راه هادي شحال ما حطيت لكم فيها اكثر من 15 يوم، واخا الصراحه تليفوني غادي يطرطق بكثرة الميساجات، ولكن سمحوا لي وكنعتذر من الناس اللي كيستفتوا ما كنجاوبهاش. بغيت انا نعطي شويه الوقت لوليداتي، هذا الشيء ما كان الكبيدات ديالي. ويلا نسمعوا القصه ديال اليوم، قصه جديده بطبيعه الحال. نتمنى ان شاء الله يدخلوا البنات اللي كيعلقوا بحال هاد التعليق ويسمعوا القصه من الاول حتى الاخر. ديروا جيم وكومونتير الله يعطيكم الخير، ويلا نسمعوا القصه بجمعين. السلام عليكم، الاسم ديالي فاتحه وفي عمري 27 سنه، واليوم جيت نعاود لكم قصي مع ولد خالي. ولد خالي الحبيب ديالي اللي حبيته من كل قلبي، ولكن نهار جاي خطبني قلت لهم لا، مستحيل والف مستحيل. المهم غادي نعاود لكم القصه مع ولد خالي وكيفاش وقع ليا معاه. انا البنات قبل ما غادي ندخل لكم في هذا المشكل اللي وقع ليا، غادي نعاود لكم حكايتي من الاول حتى الاخر، ونتمنىكم تسمعوها وتاخذوا منها العبره. انا تزاديت وتربيت في حي شعبي مع اب وام وثلاثه ديال الخواتات وجوج خوت، حنا بالمجموع 6 بينا، ثلاثه ديال 4 ديال البنات وجوج ديال الذكوره. عشنا حياه طيبه الحمد لله مع والدين كيخافوا الله. الاب ديالي كان خدام على باب الله، فاش ما جاب الله كيخدم، ولكن من بعد غادي يدير واحد المشروع خاص به، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل واحد عمتي اللي مسكينه كانت كدير ما في الاستطاعه ديالها باش تعاون اي واحد في العائله ما عندوش، مع ربي كان كرمها ورزقها من فضله. المهم غادي نعيش واحد الحياه طيبه مع والديا الحمد لله والشكر لله. الام ديالي كانت مسكينه مريضه شويه وكانت كطيح بعظامها، وهذا هو المشكل اللي كان عندنا داخل الاسره ديالنا، حتى واحد ما عايش في الدنيا مرتاح، واللي ما لقاها من جهه لقاها من الجهه الاخرى. حنا واخا كانت العيشه ديالنا على قد الحال كنا واكلين شاربين، ولكن ما هانينش بهذه الناحيه ديال الام ديالي اللي كانت كطيح بعظامها، وخصوصا بالليل. دائما الليل كيدوز علينا خايب، تصوروا لينا كنخافوا انه يجي الليل، غير كيطيح المغرب صافي كتشدنا قفقيفه، حيت امي مسكينه ما كيجي ودنا علينا العشاء حتى صافي كطيح بعظامها. ما خلى الوالد فين مدها، ما خلى روقات، ما خلى كزانات، ما خلى مشعويدين. ما نكذبش عليكم ونقول لكم واخا الوالد ديالي كان كيخاف الله وكان متقي الله، ولكن فين ما صيفطوه الناس كان كيديها، واخا كانوا كيقولوا له ديها حتى لمعند فين كان مسكين كيهزها ويديها، كان كيتسلف ويتكلف ويديها، ولكن امي مسكينه داكشي اللي كان فيها ما عرفناش اشنو هو. الروقات كانوا كيحيروا معاها، بعض المرات كانوا كيقولوا له هاد المره غير كتكتب ما فيها حتى شي حاجه، ولكن ما كنظنش ان ام تكذب هاد السنين كامله، لان امي مسكينه قبل حتى ما نتزاد انا وهي مريضه وهي في هاد المشكل. الا ما كيعاود لينا الاب ديالي اللي وقع ليها، كان وقع ليها الليله ديال العرس ديالها، في الليله ديال عرسها كانت طاحت قبل الدخله، ما عرفتش واش تخلعات ولا الله اعلم. الوالد كيقول لك يمكن داروا ليهم السحور، ولكن شنو بيهم لحد الان حنا ما عرفناش شنو هو السبب. ولحد الان امي مازال مسكينه كطيح بعظامها، واخا داكشي ما بقاش كيف من النهار الاول، شويه خفاف. المهم بقينا عايشين هذاك الحياه اللي مكرفصه مع امي، في النهار كتلقيها كدك وتقدردك بحال شي عوده، غير هي كتغرب عليها المغرب وهي كطيح.
كيقول لنا الوالد داك الوقيتة اللي كانوا غادي يديروا الدخله تما فين وقع لي هذاك الشيء هذاك، يعني ما بين صلاه المغرب والعشاء، حيت هما كانوا تزوجوا في العربيه. امي كانت روحت مع المغرب لدارها، الدخله كانوا غادي يديروها مع العشاء، كانوا غادي يديروا الدخله عادي يكملوا على العرس. ولكن كان وقع لي داك الليله في العرس اللي ما وقع حتى شي واحد في داك الدوار، قال لنا الوالد كاع الناس قلبت علينا. كانت هي مسكينه كتعاود لينا كانت كتقول لينا الناس حسابنهم باللي انا ماشي بنت، قال لنا باكم كيضربني، ولكن من بعد عرفوا بلي انا طحت بعدام، لان الاب ديالي شرح لهم وقال لهم السيده مريضه ما عرفتش شنو وقع ليها. تما عرفوا بلي السحر ولا شي حاجه دارت ليها في ليله ديال العرسه، ولكن شكون دار وكيفاش وعلاش هذه بوحدها اللي ما عرفوهاش، والعلم لله. كانت عندي واحد اختي كبيره، هاد اختي هذه كانت خفيفه شويه وما كانتش عاجبها داك الحياه اللي كنا عايشينها، عينها كبيره وكتشوف لبرا، كانت كتقول لهم هاد الحياه حنا ماشي ديالنا، وما دام نتوما ما قديتش علينا ما كانش عليكم تولدونا، علاش ولدتونا؟ الاب ديالي كيدور فيها كيقول لها نعلي الشيطان الحمد لله، مالك اشنو خاصك؟ ياك عندك صحيحتك واكله شاربه ما كتخمي حتى في شي حاجه، مالك اشنو بغيتي تطيري؟ كانت كتقول لي لا انا ما بغيتش نطير، انا بغيت نعيش. كيقول لها عيشي على قد حالك، مالك بغيتي تعيشي اكثر من داكشي اللي قسم لك الله؟ كتقول لي الله راه كيعطينا كامل العقل باش نخدمو به ونخدموه، علاش حنا جالسين ما نوضوش ندبروا على راسنا؟ مع العلم خواتاتي الكبارات بجوج كانوا خرجوا من القرايه وما بغاوش يكملوا، اختي الكبيره كانت خرجت لهم السابعه، اما اختي اللي تابعها كانت قرات حدا الثالث وصافي تعكست لهم. بالنسبه لواحد اختي الصراحه كانت كتقرا وكانت قرايه وكانت مزيره راسها، وحتى انا داك الوقيته كنت كنقرا وكان عندي القسم الرابع. المهم اللي وعيت في الدنيا لقيت هاد المشاكل عندنا، واخا كنا عايشين كيف ما قلت لكم ماكلين شاربين، الاب ديالي مسكين ديما مقدي لينا، الخضره على الخضره، اللحم على اللحم، الحوت على الحوت، ما كانش كيخصنا حتى شي حاجه. ماشي كنا كناكلوا شي حاجه اللي كما كياكلوهاش الناس، كنا عايشين غير داك الشيء اللي كيعيشوا به الناس وصافي، بحال اي ولاد الشاب عايشين واكلين شاربين على قد حالهم. ولكن كيف ما قلت لكم اختي الكبيره ما كانتش حمد الله وما كانتش شكراتو، حنا البنات هما الكبارات والدراري هما الصغار، يعني ما كاينش اللي حكمنا. اما الوالد مسكين كان حاصل غير فمي، فين ما قالوا ليه ديها كان يديها. هاد اختي فاش كانت كتستغل داك الوقيته اللي كان الوالد كيدي امي للطبيب ولا كيديها الراقي ولا كيديها عند شي حد ولا شي قبه ولا يزورها هكا في السادات، كانت كتستغل الفرصه وكانت كتخرج، وما كناش كنعرفوا فين كتخرج. مي كانت كتسول اختي اللي موراها كانت كدور فيها وكتقول ليها سدي فمك وماشي سوقك، كتقول ليها ملي يجي بابا غادي نشكم بك، كتقول ليها تهضري راني نقتل امك ولا تندير لك ونفعل لك ونترك لك. لدرجه شحال مره نادو كيتريشوا وغير الجيران هما اللي كانوا كيدخلوا كيفرقوهم. هاد اختي كانوا رجليها خفافين بزاف. المهم كانت عطيها لالا ومالي وتقرقي بالسطالي، وشحال من ليله كانت كتدخل حتى الربعه الصباح الخمسه الصباح. صوروا واحد المره الوالد اضطر ياخذ امي لواحد السيد بعيد، قالوا بلي داك السيد الا مشات وزارته هذاك من اولياء الله الصالحين، ولا مشات وزارت تما وباتت 3 ايام غادي تولي مزيانه. ايوا صافي داك الشيء اللي كان الوالد مشى قال لينا حنا غادي نمشيو غادي نبقاو تما 3 ايام. المهم انتما عندكم الدار عندكم خوتكم، كان كيف هو كان كيوصي اختي الكبيره علينا، ولكن اختي الكبيره ما كانتش كتسوق ليه. فوجو كتقول ليه واخا الوالد غير سير كون كهاني، غير هو كيخرج مع الباب وهي كتبعو. ايوا شنو غادي نقول لكم، داك المره فاش مشاو الوالده غير وصلت لداك السيد حرمت قالت لهم ما ندخلش ليه، بدات كتغوت ما بغاتش تدخل داك السيد، اضطر الوالد يرجعها. اختي كانت كتعتقد بلي الاب ديالي صافي مشى دا امي غادي يجلس 3 ايام من الرابعه غادي يجي، المهم جاتها من جنتي والناس غادي دير ما عليها. ايوا داك النهار اخوتي الوالد مشى كيف ما قلت لكم امي ما بغاتش تجلس ليه، واضطر انه يرجع بها مع داك السيد كان بعيد فواحد المدينه واحده اخرى. رجعوا وصلوا للدار مع تقريبا شي 5:30 ديال الصباح. يلا الوليد دخل، دخلوا زعما غير بشويش ما يفيقوناش. يلا دخل بقى هكاك شي 10 دقائق وهي تجي اختي كضرب حيط بحيط سكران وما على بالهاش. ملي شافها الوليد ديك الحاله جهل عليها، وهذه كانت اول مره يشوفها في ديك الحاله، كانت كدير العجب المتعجب وما كانش سيق لها الخبر. واخا الجيران كانوا كيهضروا عليها وكانوا كيوصلوا الهضره للوالد، ولكن الوليد ما كانش كيتيقهم. قدروا نقولوا ان اختي ما كانتش كتدخل لهم الشك وكدير داكشي غير من التحت للتحت، واخا الجيران شحال مره شافوها في وضعيات اللي ما مزيانينش وشافوها في بلايص اللي ما صالحينش. الوليد ديالي داك الساعه شدها راني عاقله، شدها رطب واحد الكرده كانت عندنا في السطح هزها
ديرها في الماء والملح ورطبها مزيان وشدها وربطها بيها. بقى كيعطيها اعطاها ولا عطي الله قتلها صديق النار هذيك لدرجه انها صافي قلنا حنا صافي ماتت. امي كتغوت واختي كتغوت كتقول لي طلق لي من بنتي، ولكن الوالد ما بغى يطلق منها حتى بغى يقتلها. كما كانوش واحد خوالي جاوا باش يشوفوا امي ولقاو كيضربها كون صافي فوت فيها الضربه. المهم هذيك اختي خرجت لينا من الجنب تما غادي تقرر انها تهرب. الصراحه باتت ما صبحت اللي قلبنا على البنت ما لقيناهاش. الوليد مسكين بغى يهبل بغى يتسطى كان كيقول لهم جيبوا لي غير بنتي واللي بغيتوه نعطيه لكم، ولكن حتى شي واحد ما قدر يعاون الوالد حيت اختي في ديك الوقيته كانت كبيره في العمر كانت عندها ديك 19 عام، ولكن كان فيها دعوه الشر. صافي اختي هربت صافي مابقاش بان لها الاثر. مشى الوالد ذكرى على بها عرفوا ان البنت زعما كبيره في العمر ماشي قاصر. واخا هكاك داروا التحريات ديالهم والبحث ديالهم والوالد ماشي قال لهم هربت، الوالد قال لهم بلي شي واحد هربها وبلي بنتي ما كديرش شي حاجه اللي ما مزياناش. ونقدروا نقولوا بلي بلغنا على ان شي حد هرب اختي، داكشي علاش نضوا البوليس كيدير خدمتهم ولكن ما لقاوهاش. تقريبا تدازت 10 شهور عاد غتبان هاد اختي وكانت بينتها غير واحد بنت الجيران حتى هي كتخدم الله يسمح ليها بداكشي ديال الفساد. وجات واحد المره وقالت لهم بنتكم ها فين كاينه ها فين كاينه. اضطر الوالد مسكين يمشي لذاك الديسكوتيك اللي كانت كتخدم فيه اختي لان خدامه فواحد الديسكو كتفرق الشراب وكتشطح وراكم عارفين بنات اللي شنو كيديروا. فاش مشى الوالد مسكين وبغى يرجعها كيقول ليها انا مسامح ليك داكشي كامل اللي درتي انا سمحت لك ليه رجعي. امك مريضه خواتاتك محتاجين لك خوتك محتاجين لك رجعي، ولكن ما بغاتش ترجع. قالت ليه الا بغيتو ديروا فيا الخير خليوني نعيش حياتي كيف ما انا بغيتها. صافي سمح فيها وخلاها ومشى. غبرت علينا مده طويله من بعد غادي نعرفوا بلي دخلت للحبس. كانت خدامه بداكشي ديال الطعاره المهم كانت مرونه ومجلطه ومخلطه. هاد اختي هي اللي غادي تجيب الباب مسكين ما يبقاش. الاب ديالي بسببها غادي يمرض واحد المرضى زغبيه غادي يخيسو الشلل النسبي، وهنا فين غادي نتعذبوا حنا اكثر واكثر، وهنا فين غادي تدخل عمتي مسكينه وغادي تبغي تعاوننا. هاد عمتي كانت في الدنمارك وما كانت كتجي غير من 3 سنين ل 3 سنين، فاش كتجي ما كتعطلش بزاف وكتمشي بحالاتها. صافي هي هذيك فاش جات لقات الوالد في ديك الحاله مو مسكينه كطيح كل ليله. اختي هربت ومن بعد دخلت للحبس. اختي اللي موراها حتى هي ولات بحال اختي الكبيره وحتى هي باغا طير باغا تخرج باغا تدبر على راسها. خوتي الصغارين مساكن لا حول لهم ولا قوه. دخلت عمتي بدات كتعاوننا شويه بشويه. من بعد الوالد ولا كيرجع صحته وخا الصراحه داك الشلل النسبي طيح منه النص ما كانش مسكين كيقدر يتمشى شي 6 شهور هو كيمشي غير في الكروسه. من بعد دار القيلات الهضره ديالو تقالت الجهه ديال اليمنيه كلها تقالت عليه لدرجه كنا كنضطروا اننا نديروا له ليكوج وجبنا غير واحد السيد هو اللي كان كيعاونو حيت امي مسكينه كانت كتمرض وما بقاتش كطيح غير بالليل ولات كطيح لينا حتى بالنهار. والوالد غير كتمشي عند الوالد كتقرب ليه كطيح. وهنا عرفنا ان الام ديالي عندها مشكل مع الاب ديالي ما عرفتوش فاش كتشوفو ولا كتشوفو عليان كتبقى كتغوت وكطيح. اضطرينا نجيبو لواحد السيد اللي كان كيبدلو غير ليكوش وكنا كنخلصوه. كنا دايرين له 10000 ريال في السيمانه. ديك 10000 ريال كانت كتعطيها عمتي مسكينه هي اللي كانت كتعطيها وكانت كترغب داك السيد كتقول ليه اجي بدلو غير ليكوش ودخلو غير للطواليط الا بغى يدخل. ولكن الاب ديالي ما كانش كيقدر للطواليط داكشي علاش كان كيدير له ليكوش كيمشي بحالاتو وفين ما كيوسخ ولا كيبغي يبدل كنعيطو ليه كيجي يبدل ليه حيت ما كاينش اللي يقدر يقرب ليه. كاينين عمامي ولكن حتى شي واحد ما كيجي يعاونو نهائيا. كيقولك حنا عندنا شغلنا وكل واحد عنده المشاكل ديالو. هاد عمتي مسكينه ما عمرنا ما نساو الخير ديالها وقفت معنا واحد الوقفه ديال بصح. ديك الوقيته شي 3 سنين ما هبطت للمغرب وفاش هبطت الصراحه خسرت علينا دم جوفها. راجلها ولادها رجعوا هي بقات في المغرب بقات حتى الاب ديالي شويه ارتاح شويه وعاد مشات. فاش مشات ما تعطلتش بزاف ورجعت رجعت لقات الوالد الحمد لله رجع صحته ولا كيتمشى على رجلي ما بقاش كيدير ليكوش. تقدروا نقولوا الوالد دوز ديك الفتره ديال العذاب ولكن من بعد ربي فتح عليه وصافي تشافى. هنا فين غادي دير ليه واحد المشروع ديال البيع وشريا. قالت لي ها انت خويا. مشات مسكينه واحد المحل ودارته بالاسم ديالها. قالت لي ما يمكنش نديروك بالاسم ديالك انت عندك وليداتك وانا عندي وليداتي ها المحل بسميتي ولكن انت انت اللي خدام فيه ها راس المال بيع وشري وخدم على بنياتك انا ما غادي نطلب منك حتى شي حاجه ولكن المحل غيبقى ديالي بسميتي. قال لي اختي الله يجازيك بخير اللي درتيه معايا ما يديروش معايا شي حد.
صافي داكشي اللي كان. نقدروا نقولوا عمتي نقدتنا من الفقر، حيت داك الوقت اللي مرض الوالد ديالي لقينا راسنا غادي نتشردوا، كل ما كانت عمتي مسكينه هبطت المغرب في الوقت المناسب، والله العظيم يعلم الله شنو كوقع فينا. وقيت اللي مرض فيها الاب ديالي اضطريت انني نخرج من المدرسه ونجلس في الدار، على الاقل كنت كنقابل مع امي، نمدوا الوالد يشرب نمدوا له ياكل ولا ناكلوه، المهم مسكين كنت مقابله. امي مسكينه صافي مرضت، كانت كطيح لينا حتى 3 ديال المرات في النهار. من بعد غادي نديوها للطبيب ديال الراس، في الاول ما كان كيقول لهم والو، ولكن في الاخر قال لك عندها الصرع، داروا لها الشبكه ديال الراس بين عندها الصرع، ولكن ما كان عندها لا صرع لا والو. المرض ديال امي لحد الان حنا ما عرفناش شنو هو، وغالبا غادي يكون بالسحر. الحمد لله كيف ما كيقولوا بقاء الحال من المحال، تبدلت الاوضاع شويه ولينا بخير وعلى خير. حتى الوقيته اللي غادي تزوج واحد بنت خالي غادي يعرض لينا خالي للعرس، صراحه الوالد ديالي ما بغاش، حيت الوقيته اللي كانوا مرادين حتى شي واحد نسول فيهم، ولكن حنا كنا باغيين نمشيو، لا انا ولا الام ديالي ولا اختي الاخرى، خواتاتي حتى هما كانوا باغيين يمشيو، لكن الوالد حلف لينا قال لينا والله ما تمشيو. من بعد خالي غادي يعيط علينا ويعاود يعيط ويعاود يعيط. مي بحال بغات تخاصم مع الاب ديالي، قالت لي علاش حشوم عليك، هذاك خويا وبنته غادي تزوج، خليني نمشي نفرح حتى انا، واش انايا حياتي كلها دوزتها في العذاب، مي غادي تجي واحد الوقيته الفرحه ما تخلينيش نفرح. المهم الوالد ولا بدل الراي ديالو، قال لينا واخا غادي نصوم 3 ايام ولكن ماشي مشكل سير، اما انا ما غاديش نمشي معكم. صافي قالت لي امي انت ما بغيتيش تمشي جلس، اما حنا غادي نمشيو. فعلا داكشي اللي درنا، هزينا راسنا وجدنا راسنا على قبل داك العرس اللي كان طبيعي الحال في واحد المدينه مغير المدينه اللي كنا ساكنين فيها. كنت فرحانه واحد الفرحه ما تصوروش. صافي مشينا لذاك العرس، الحمد لله داز بخير وعلى خير. هنا غادي نتعرف على واحد ولد خالي واحد اخر من غير هذا اللي غادي يمشيو للعرس ديال اختو. كنت تعرفت على واحد ولد خالي اللي شحال بيننا وبينو، هاد خالي هذا كان ساكن في الصحراء، هو اصلا عسكري وكان ساكن مع ولادو ومرتو تما في الصحراء. هو دخلي كان كيجي عندنا مره ولكن ولادو كان مده طويله ما تشوفناش معاهم. فشت ولاد خالي وبنات خالي الصراحه كبروا، كل شيء كبر. واحد البنت بعدا كنا انا وياها قد كانت كتعاود ليا امي، قالت لي النهار اللي كنت انا في السبيطار كان ولدك، حتى امها حتى هي مشات للسبيطار وولداتها، يعني انا وياها تزادينا في نص النهار، بيناتنا 3 السوايع. المهم تعرفت على خالي ووليداته وولادو، كان عنده واحد الولد عنده 29 سنه كيحمق بالزين. صراحة اول ما شفتو طال الانتباه ديالي، مع انا واحد البنت اجتماعيه وعزازين عليا العائله، سلمت عليه قلت لي كيداير ولد خالي لاباس عليك، حنايا ما كنعرفوكش وهادي. المهم بقينا كنهضروا، قال لك والله الا انت كتشوفي الظروف والدنيا الانسان كيسالي شتي تشوف مع العائله. المهم حتى هو كان كيعرفني ولكن كيعرفني مني كنت صغيره. بقينا كنهضروا تجمعنا، المهم صلينا صله الرحم، ولكن هاد ولد خالي بالذات غادي تولي بيني وبينه علاقه. المهم شافني في العرس عجبتو حتى انا عجبني، هضر معايا نيشان قال لي واش تقدري تعطيني نمره التليفون ديالك نهضر انا وياك. قلت له والله ما عندي تليفون ما نكذبش عليك، راني موصي علي عمتي فلانه الا جابت لي التليفون والله حتى نعطيك النمره ديالي، عطيني النمره ديالك نخليها عندي. فيلا عطاتني النمره ديالو قال لي ها انت احتفظي فيها بها، فوقاش ما درتي شي تليفون عندك تنسيني. قلت له والله ما ننساك. كنهضر معاه عادي، واخا الصراحه ولد خالي عجبني وعزيز عليا ظريف، ولكن ما عمرني كنت كنعتقد ان غادي يولي بيني وبينه واحد قصه حب اللي ما نكذبش عليكم ما كايناش حتى في المسلسلات. دوزنا داك العرس بخير وعلى خير، بقات عندي النمره ديال ولد خالي حتى فين الوقيته اللي جات فيها عمتي، حيت عمتي كانت مشات وما تعطلتش بزاف، يلا جلست واحد 8 شهور ورجعت. فاش جات ما جابتليش التليفون، وشحال بقى فيا الحال، هي مسكينه كتنسات قالت لي غير سمح لي والله الا نسيتك، ولكن كيف ما جات مشدتني وشات لي واحد التليفون اخر ما كاين وفرحتني به الله يفرحها مسكينه. صافي اول نمره دخلت في هذاك التليفون هي النمره ديال ولد خالي، اتصلت عليه هضرت معاه كي داير لاباس عليك. في الاول ما عرفنيش، ولكن في الاخر قلت لي انا فلانه عرفني فرح بيا بزاف. صافي من تما غادي تولي بيني وبينه علاقه، كانت علاقه عاديه يعني كيسول فيا وكنسول فيه، بقينا كنهضروا لمده 3 شهور. من بعد بدا كيلمح لي بشي حوايج، قال لي بلي انا عجبتو بلي كان كيحسب له ان انا في ذاك العمر هذاك كان يتعرف عليا شحال هادي، وبلي انا الجمال ديالي زوين، بزاف ديال الحوايج اللي كيقولهم الشباب للبنات. فعلا السيد غادي تصعد فيه ديال بصح،
وانا كاي بنت غادي تلقى واحد الدري كيبغيها ومعجب بيها، انا غادي نتعجب بيه وغادي نبغيه. ولات بيني وبين ولد خالي واحد العلاقه ديال الحب اللي ما نقول لكمش عليها، كان كيحمق وكيتسطع عليا وانا كذلك، حيت ما عمرني ما درت شي علاقه في الحياه ديالي، ولكن مع ولد خالي صافي كنت متاحه ليه. قلت ليه انا مستعده اي حاجه بغيتيها انا معاك. كان كيقول لي انا بغيتك مرتي وام وليداتي، ولكن المشكل هذاك خالي بالذات ما كانش كيتفاهم لا مع الاب ديالي ولا مع امي، وعلاش وكيفاش الله اعلم. اما مرتو ما كانت كتحمل فينا الشعر، وهادشي هذا قالته لي امي. واحد النهار قلت ليها امي، قالت لي انا، قلت لها عافاك الا معاودي لي على مرات خالي ولادها وكيفاش وهادي وهادي. قالت لي يا ودي شنو غادي نقول لك، راه مرت خالك ما كانتش كتبغيني مش حال هادي. قلت لهم اللي كنت انا عاد معاهم في الدار، حيت هاد مرت خالي تزوجت عند خالي قبل امي ما تزوجش بالاب ديالي، وقالت لي كانت محرمه عيشتي من الصغر. قالت لي وهي مدوزه عليا الحدندن والقطره الكحل. قلت لها ولكن ولاد خالي صغارين على يعني على اختي الكبيره، كبيره على ولد خالي البكري. قالت لي ما كانتش كتولد، ما كانوش عندها الولاد. قالت لي بالخصوص فاش جبنا مرت خالك الاخرى ولدت قبل منها ما عجبهاش الحال، وحنا كنا كنقابلو مع الاخرى كيحسب ليها هي كنكرهوها. المهم قالت لي من قبل ما نتزوج كانت شاده معايا الضد. قلت لها امي فاش قبل ما تزوجي كنتي كطيحي وكيبقى لك هاد المشاكل؟ قالت لي لا ما عمر ما وقع لي شي حاجه حتى ليله العرس. هنا بحال دخلني الشك بلي هي تكون السبب في ان هي اللي دمرت امي مسكينه وخلاتها هكا. المهم قلت لها واد مرت خالي شحال بقات مع راجلها يعني عاد ولدات؟ قلت لها بقات تقريبا شي 6 سنين ولا 7 سنين عاد ولدات معاه، ولدت معاه غير جوج وحبست حيت ولدت غير ولد والبنت. هذا الولد هذا اللي قلت لكم عليه واختو اللي صغر منه بعامين. المهم امي عاودت لي بزاف، قالت لي شاده معايا الضد من شحال هادي علاش؟ والله ما عرفت. قالت لي هي كان كيحسب ليها حنا كنكرهوها، ولكن غير كان كيجيب ليها بالها والشيطان كان كيجيبها لها عوجه وصافي. صافي هي هذيك انا تشوكيت من هاد الهضره اللي قالت لي امي. المهم السيد ولا كيطلب مني اننا نتزوجوا وانه باغي يتقدم ليا الاهل ديالي. قلت ليها ودي شنو غادي نقول لك، انا ما عرفتش الوالدين ديالنا واش غادي يبغيو هاد الزوج ولا ما غاديش يبغيوه. قال لي علاش؟ قلت ليه حيت واقيلا كنوقع بيناتهم شي مشاكل. وها كيفاش ها كيفاش؟ قال لي حتى انت داكشي كيبقى في الماضي. قلت ليه واش عندك شي فكره على هادشي؟ قال لي ايوا. بقى ساكت. قلت له كيفاش ايوا كمل. قال لي شوفي انا داك الهضره هذيك ديال العيالات ما كاع ما كنتسوق ليها، دابا انت واش كتبغيني؟ قلت ليه كنحمق عليك. قال لي وانا كثر، وانا دابا باغي نتزوج بك وباغي تكون مرتي، واش اه ولا لا؟ جاوبيني بصراحه. قلت ليه بطبيعه الحال اه، واش غادي نلقى محسن منك؟ قال لي واذا انا غادي نهضر مع والدي وحتى انت هضري مع والديك. قلت ليه هضر بعدا مع والديك انت الاول ويكون خير. قال لي واخا ان شاء الله. قال لي ولا وافقوا؟ قلت لي انا مستعده نهضر مع والديا. صافي داكشي اللي كان هضر هو مع والديه، ولكن ردت الفعل ديالهم كانت قويه بزاف، لان السيد سيمانه هو قطع عليا الهضره. تصورو في الاخر طفى التليفون وكنصوني عليه كيقطع عليا حيت ما قدرش يواجهني. من بعد وليت كنبكي كنصيفط له في الاوديوات كنقول ليه حرام عليك علاش دير معايا بحال هكذا. ما عليه ان الحب ديالي انا وياه استمر تقريبا شي 4 سنين، اه 4 سنين وحنا كنبغيو بعضياتنا، حيت الوقيته اللي كنت كنبغيه وكيبغيني والاول العلاقه ديالنا كانت بدات ملي كانت عندي 16 سنه. من بعد صافي السيد ما بقاش كيبغي يجاوب على الاتصالات ديالي، من بعد طفى التليفون ديالو بقى شي سيمانه ولا 10 ايام هو يتشعل التليفون ديالو. اول ما شعل التليفون ديالو جاني ميساج ان السيد شاف الرسائل ديالي. صونيت عليه في البلاص، قلت ليه اشرح ليا اشنو كاين، علاش كنخليتيني بحال هكذا بحال داك الحنش اللي مقطع عليه راسو. قال لي ودي شنو غادي نقول لك، انا راه ما قدرتش نواجهك وما عنديش الوجه باش نهضر معاك. قلت ليه قول اي حاجه كاينه قولها شنو كاين. قال لي ها ما كاين ها ما كاين ها ما كاين، راه لا امي لا الوالد ما بغاوش هاد الزواج. قالوا لي ها سخطها الرضا. قلت لي ولكن علاش شنو هو السبب؟ قال لي انا ما عرفتش، عييت ما نقول لهم غير فهموني شنو كاين. قلت لي ولكن علاش قطعتي عليا وعلاش خليتيني بهاد السهوله هذا؟ قال لي انا ماشي خليتك وماشي قطعت عليك، انا كنت باغي زعما غير اقنعهم لربما فاش نجاوبك يكون عندي شي جواب اللي يفرحك، ولكن مع كامل الاسف راه حلو حرموا بلي هاد الزواج ما عمره يكون حتى يموتوا هما. المهم بقيت انا غير كنشوف ما لقيت ما ندير. من بعد قلت لي دابا شنو الحل؟ قال لي عندنا حل واحد. قلت له شنو هو؟ قال لي انا متاكد
ان تواليدك ما غاديش يبغيو هذا الزواج. هذا الزواج غادي يكون مستحيل بالنسبه لينا هنايا برضا العائلتين. قلت له دابا شنو الحل؟ قال لي الحل هو اننا نهربوا نتزوجوا انا وياك ونحطهم امام الامر الواقع، ولا غادي نديروا انا وياك كذا وكذا وكذا ونخليك انك تحملي ونحطهم امام الامر الواقع باش يزوجونا هما بالسيف عليهم ويقول لك خصكم تزوجوا. قلت ليه ما يمكن لا هذه ولا هذه. قلت ليه مستحيل نهرب. قلت ليه هربت اختي الاخرى تسببت في الشلل الاب ديالي كون ما كانتش عمتي مسكينه. قلت ليه لا هربت انا يا اكيد الاب ديالي غادي يمشي فيها طول العرض، امي غادي تاثر كما تاثرت بالمرض ديال الوالد المره الاولى. قلت ليه رحنا تكرفصنا ولقينا غير عمتي لك كثر خيرها. قلت ليه مستحيل انني ندير هذه الفعله هذه ونخلي والديا مرادي مورايا ونخلي خوتي مشتتين. قال لي اذا غادي نديرو انا وياك كذا وكذا وكذا وتحاولي تحملي، وملي غادي نقولي لهم بلي غلطنا انا وياك وحملتي مني راه اكيد غادي يوافقوا على زواجي بك. قلت ليه لا ما يمكنش مستحيل. قلت ليه ما يمكنش انني نضيع شرفي ونضيع السمعه ديالي على وديتك نتايا. قال لي ياك هادشي باش قدرتي تجاوبيني، هادشي اللي قدرك عليه الله. قلت ليه شوف فلان انا بصح كنبغيك بزاف كنحماق عليك وما عرفتش الحياه ديالي كيفاش غتكون بلا بك، ولكن ما نكذبش عليك ما نقدر ندير لا هذه ولا الاخرى. قدرتي خويا تقنع والديك مرحبا واهلا وسهلا، ما غاديش نلقى احسن منك. ما قدرتيش انا راه ما عندي ما ندير. صافي بقى غير ساكت. قال لي انا ما عندي ما ندير، انت كتضحي بحبي ليك. قلت لي انا ماشي كنضحي، راه انت الحب ديالك في شكل الحب ديال والديا في شكل، انا كنبغيك وكنحماق عليك اه ولكن كنبغي والديا اكثر. قلت لي ما يمكنش نضيع انا والديا وانا شفت المعاناه اللي عاوناوها بسبب اختي اللي لحد الان مازال مجليه في الحباسات، ولحد الان الوالدين ديالي كيبكيو عليها الدم. قال لي انا وياك ما غاديش تهربوا داك الهروب اللي هربت اختك، اختك راه مشات دارت وفعلت وتركت، اما حنا غادي نهربوا بين ما حطيناهم امام الامر الواقع. قلت لي غير داك الوقت اللي غادي نهرب فيها انا معاك وغادي يسيقوا لي الخبر بلي هربت راه تقدر توقع فيهم شي حاجه، راه ما يمكنش انا ندير شي حاجه نضحي فيها بالعمر ديال با، ما يمكنش نضحي بك انت وما نضحيش انا بالعمر ديال الوالد. قال لي صافي انا ما عنديش شي حل، والديا راه ما بغاوش وما غاديش نقدر نقنعهم. شو غادي نقول لكم اخواتي، بكيت وتالمت شهرين وانا شاده الفرج. كانوا كيقولوا صافي البنت ما عمرها تعيش، الماكله قطعتها ما بقيت لا كناكل ولا كنشرب، وليت بحال المسمار. تصوروا فيك شهرين هذيك طيحت 13 كيلو، كنت كي دايره وليت كي دايره، ولا الشعر ديالي كيطيح، وليت طاح مني الميزان بزاف، وليت ما كناكلش ما كنشربش. داك الوقيتة واحد النهار كانت جات عندنا مرات خالي، حيت قال لها لا ساقت الخبر بلي انا مريضه وجات تشوفني، ولكن ما كنعتقدش هذا الشيء، هذا كنعتقد انها دارت لي شي عمل شراني. وداك الوقيتة هذيك اللي مرضت راه ماشي مرضت غير هكذاك وصافي، انا كنت كنحس براسي ماشي هي هذيك، لدرجة أن أمي مسكينة قالت لي نديو عند الراقي الفلاني، حيت كان واحد الراقي كيدير لي الرقية وكنت ارتاح ديك الوقيتة شوية. ما بقاتش كطيح كل نهار، ولات كطيح مرة في السيمانة مرة في 15 يوم، كانت كطيح حتى مرة في الشهر، يعني ما بقاتش كيف ما كانت. فاش داوني عند داك الراقي طحت وبقيت كنهضر على فمي، وقالوا لي بلي كنت كنقول بلي شي وحدة من العائلة، وكنعطي داك المواصفات ديال مرات خالي وكنقول بلي هي اللي دارت لي السحور. أنا تفرقت على ولد خالي ما نكذبش عليكم بعد حب طويل بهذه الطريقة هذه، وهذا السبب هو اللي ما خلانيش أنني نتزوج به. أما إحنا كون تزوجنا الصراحة كون ولدت معاه وليداتي، لأن في ذاك الوقيتة هذه كان شاخطبني واحد السيد، وهذا السيد هذا كان صاحب ذاك الراقي الشرعي، كان صاحبه الروح بالروح حتى هو كان عاد بادي في الرقية الشرعية، وكان واحد مرة صرعوني وكان معاه ذاك السيد هذاك، وكانوا بجوج بهم كيصرعوني. تما هاد السيد فين غادي يشوفني وغادي يبغي يتزوج بيا؟ من بعد قال لها الوالد، قال لي انا طالب رغب بنتكم، قال لي انا بنتي مريضه وانت كتشوف كيفاش وقع عليها، قال لي سيدي انا مستعد نعالجها غير زوجني بنتك. قال لي شفت فيها شي كرامات ما كاينينش في العيالات بزاف، فعلا الاب ديالي غادي يتشاور معايا غادي يقول لي واش تزوجي به، كان عندي حتى شي اختيار. قلت انا صافي نمشي نتزوج، حيت عارفه حياتي غادي تدمر الا بقيت بلا زواج، حيت مرت خالي كانت تابعاني. حيت واحد النهار قالت لي في وجهي، قالت لي شوفي ما عاشت ولا حياة اللي غادي تجي وتزوج ليا بولدي، انا ولدي غادي ناخذ له هذيك اللي باغياها انايا. المهم صافي تما شوكاتني، قلت انا هاد السيده ضحكت على امي مسكينه هي حياتها كامله في العذاب، وجدتها انايا في داكشي اللي ما درتوش امي. المهم انا غادي نقبل نتزوج لعل عسى الله سبحانه وتعالى يبعدها عليا، ونتزوج هاد الرجل دين على الاقل بعدا يدير لي الرقيه الشرعيه.
فعلا بقيت شي 3 شهور مورا داك المرضى هذيك وتزوجت. ولد خالي ملي ساق الخيال الخبر تزوجت بغى يقتل راسو وما عجبوش الحال. وهنا العائله غادي تثيق الخبر باللي هو كان باغيني للزواج. انا غادي نتصدم صدمه عمري حيت الوالد ديالي وحتى امي قالوا لي كون غير قال لنا راه باغي يتزوج بك ولا تنعطيوك ليه. وحتى والديه كقنعناهم بالطريقه ديالنا. هنا بحال نقولوا تشمت ولكن خير فيما اختاره الله. حتى هاد السيد اللي تزوجت به الله يعمرها سلعه كان مسكين كيدير لي الرقيه الشرعيه واخا انا عروسه ومزوجه به وكيدير لي الرقيه الشرعيه. دوزت عليه داك الشهر الاول ديال الزواج ما كانش مسكين كاع كيتفك معايا بالغوات. كنت كنغوت بزاف وكان فيا حتى الخوف. كنت كنقول صافي انا بقيت هكا حدا حياتي كامله بحال امي. ولكن هاد السيد قدر يحيد مني داك الشيء كامل. كان كيقول لي انت عندك السحر التفريق وعندك هادي وعندك هادي حيت هو كان كيهضرني وكينطقني وعرف شنو عندي وكان عارفني بلي ولد خالي كان باغي يتزوجني وحتى انا كنت باغاه ولكن ما كتبش. الحمد لله هاد الراجل المسكين وقف معايا الله يجازيه بخير. وليت مزيانه العام الاول واخا دوزت شويه خايف زواجي ولكن من بعد وليت مزيانه غير ولدت وليداتي الحمد لله ما بقيتش كيف ما كنت. دابا اللهم لك الحمد عندي وليد وبنيه وعايشه بخير وعلى خير. بالنسبه لولد خالي لحد الان باقي بلا زواج وحلف بحلوفه قال لهم مني ما خديتش بنت عمتي فلانه والله لا تزوج واخا يبقاو بقى غير انا وبنات الدنيا كاملين. لا تزوج ولا شي وحده نقول لها سدي الباب وراك. وحاليا مسكين ما بغاش يتزوج. حاليا وصلتني واحد الهضره بلي انا تزوجت براجل سحار وهو اللي سحر ليا هو اللي سحر ليهم لولدهم باش ما يتزوجش. واخا باقا كتجري هاد مرات خالي لحد الان وكتقول لهم والله كي ضيعت لي ولدي تنضيعها ولكن الحمد لله يد الله فوق ايديهم. انا راجلي داير لي بروغرام ديال الرقيه الشرعيه تبع الاذكار ديالي والصلاه في الوقت الحمد لله. كندير القيام وكندير الحمد لله الركوع والسجود كنطول فيهم وكنطلب الله يبعد عليا وعلى وليداتي ولاد الحرام. واخا بعض المرات كنحس براسي ماشي هي هذيك ولكن كنقول ربما غير من وساوس ديال الشيطان وصافي. حيت هاد مرات خالي دائما كتجيني لدماغي وكنقول ربما بغات اديني. بالنسبه للمهم مسكينه كيف ما قلت لكم حاليا ما بقاتش كطيح كيف من نهار الاول. الاب ديالي مسكين هي موت داك المشروع اللي كانت دارت لي عمتي ما بقاش خدام فيه ولا خدام فيه خويا. صافي الحياه ديالنا الحمد لله غاديه مزيانه بخير وعلى خير ما خصنا حتى شي خير. وحاليا انا راني مزوجه بوليداتي وعايشه بخير وعلى خير. واخا عندي العبوزه شويه فيها نقر وكتهضر مع انا عايشه مع ناسي كل مره شنو كنسمعها كتقول لي ولكن ما كنديهاش فيها. كنقول دبر راسها راه في العمر ديال مهمتي. ودابا هذه هي حكايتي وقصتي مع ولد خالي اللي حبي لي داز دام سنين وسنين ولكن نهار اللي بغى يخطبني ويتزوج عليا وقع اللي كيخلع كيف ما كتقول اختي امينه. شكرا لكم ودابا بغيتكم غير تنصحوني كيفاش غادي ندير باش نتفادى هاد مرات خالي لان دائما في الخوف والخلعه ديال ان شي نهار غادي صافي دير لي شي حاجه اللي تاديني ولا تادي لي ولادي. حيت دائما كتوصلني عليها هضره كتحلف فيا. شكرا لك اختي امينه. شكرا للناس اللي متبعينك في هذه القناه. بسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال هذه الاخت هذه اللي كنشكرها من هذا المنبر كنقول لك شكرا لك اختي بزاف بزاف حيت عاودتي لي القصه ديالك مع ولد خالك. صراحه ما كانش في المكتب هذا الشيء اللي خصنا نقوله ما كانش في النصيب ديالك وما تخافي من والو كيف ما قلتي يد الله فوق ايديهم. تبعي غير داكشي اللي قلتي البروغرام اللي داير لك الزوج ديالك الله حفظه الله ورعاه الله يحفظه لوليداتو. صافي وما تدياش في ديك الهضره اللي كتقال لك. واي واحد جاي يقول لك شي هضره ولا يوصل لك شي خبر بحال هذا قول له الله يرحم ليك الوالدين بلا ما تقعد تجيب لي بحال هاد الاخبار. اللي هضر فيا ولا اللي حلف فيا خليه منه الله نزولها لهم الحسنات ديالو ولا نزولها لهم الدولي في وجهه وصافي. خلي الانسان ترى والله بي هذيك شي واحد الا ما كانش باذن الله سبحانه وتعالى لو اجتمعوا اهل السماوات والارض ان يؤديوك بشي حاجه ما يؤديوكش بشي حاجه الا باذن الله غير كوني على يقين. هادشي اللي كاين حبيبتي عيشي حياتك ما تخلي حتى شي واحد يسرق من عمرك. عيشي مع وليداتك في سلام. ولد خالك مسكين ما فيهش ما كنقولوش هو ما فيهش الخير وانما داك الزواج ما فيهش الخير. ربما كنت تزوجتي به وقع شي حاجه اللي ما مزياناش والحمد لله مادام ربي زولو من طريقك الا لخير. هادشي اللي خصك تعتقدي وهذا هو الايمان واعتقاد واليقين اللي خصو يكون عندك يعني في الله سبحانه وتعالى ان داك الشيء ما كانش فيه الخير واللي فيها الخير الله يجيبها لينا كاملين الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. شكرا لك اختي
إلى أن ألقاكم، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.